اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الكلام على الاهلي دايما ما بيخلصش تحديدا على السوشيال ميديا، ودي طبيعه البرنامج بتاعنا. فخلينا نبتدي بترند الاهلي النهارده، والكلام كان في انهي اتجاه وبخصوص ايه. طبعا كله كان بيتكلم، وتحديدا نبتدي بصفحه الاهلي الرسميه او قناه النادي الاهلي تحديدا، واللي هم هنا نشروا فيها ان الاهلي ملك ال 90، ملك الدقيقه 90 او بلس 90، من خلال الصوره اللي حضراتكم شايفينها والاهداف اللي قدر النادي الاهلي في الموسم ده ولاعبي النادي تحديدا ان هم يحرزوها في الدقيقه ما بعد ال 90 كمان. فمثلا هدف اليو ديانج في بيراميدز، هدفي كهربا سواء في طنطا او في المصري، كمان هدف احمد الشيخ في وادي دجله، بالاضافه لهدف عمرو السوليه في سموحه، وهدف كمان اليو باجي في اسوان، وامبي كمان كان احرز في هدف في الدقيقه 95 علي معلول، وكمان كان اخر اهداف النادي الاهلي في الدقيقه بلس 90 كان هدف مروان محسن، اللي باذن الله نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه بعد الانتقادات الكبيره اللي كان تعرض ليها سابقا. لكن عجبني قوي شخصيه رمضان ان هو، او عفوا شخصيه مروان، ان هو لما نزل في المباراة الأخيرة أمام فريق الجونة ما كانش متأثر، كان باين في طريقة لعبه أنه هو مش متأثر بانتقادات الجماهير. وأنا في الحقيقة برضو ممكن نكون مع الانتقادات في بعض الأوقات، لكن دايما بنكون ضد التجاوز، لأن التجاوز ده ممكن يؤثر بشكل أو بآخر على اللاعبين. لكن شخصية مروان كانت ممتازة جدا في المباراة الأخيرة، وقدر من خلالها أنه هو يحرز هدف الفوز للنادي الأهلي، هدف قاتل وهدف استعادة الثقة سواء للفريق أو حتى لمروان محسن. لسه مع ترند الأهلي،